حققنا قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة بل وفي العالم، بربط أكثر من 99% من المنازل بالكهرباء وأكثر من 65% منها بالغاز الطبيعي. وتبقى الجهود مستمرة لربط المناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني بما فيها المحيطات الفلاحية ومختلف المستثمرات من أجل تحسين ظروف معيشة الساكنة وتعزيز الديناميكية الاقتصادية. وبهذا الخصوص فإن الدولة تولي بالغ الاهتمام لمواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الإنعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المدين المتوسط والبعيد من خلال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة. إن هذا الاهتمام نابع من إيماننا العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الطاقة والمناجم كمحرك لتطوير القطاعات الأخرى للاقتصاد وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.